أخت بشرى تقول: مشكلتي مع أختي تكرهني على الآخر، على الأخير من الأخير، أنها تكره أختها، لا تكلمها، تسكن في بيت، كل واحدة في بيتها، متزوجات، تحاول تصلها لا تكلمها. قل كيف أعمل؟ ما الحكم؟ هو عليها أن تصلها، نعم، فإذا امتنعت الأخرى فهي اللي هي اللي تكون قاطعة، قاطعة للرحم. ولكن هي يعني من حين لآخر إذا كان في مناسبة، لو تزورها في مناسبات يبقى وصلتها. نعم. هكذا لو أن زارتها في مناسباتها، في الأفراح مثلا والأتراح، في العيد مثلا زارتها، يبقى وصلتها، هي أدت ما عليها. ويكون قطع الرحم من الطرف الآخر هو الذي يأثم. هذا لا حول ولا قوة.